امتحان البكالوريا دور الزوال امتال. صبر صبر صبر. شكرا لك. نخرج هذا الكيس ونجد فيه عبارة قف لكي نتأكد أن جميع المعلومات متطابقة. المادة اللغة العربية وآدابها. كل الظروف مهيئة وفق تنظيم محكم من أجل اجتياز 5989 محبوس لشهادة البكالوريا للمؤسسات العقابية على المستوى الوطني موزعين على 6 شعب، منها 5846 محبوس و 143 محبوسة. كما تم متابعة وتحضير المحبوسين المقبلين على اجتياز الامتحانات الرسمية طيلة الموسم، وذلك من خلال تأطير 1104 مؤطر، يعني أستاذ بمختلف المستويات الثانوي والمتوسط. منهم 174 أستاذ تم إدماجهم في إطار عقود ما قبل التشغيل يشتغلون بقطاع السجون.